السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر معي أخي الكريم إلى هذا الكائن العجيب، إلى العنكبوت، كيف يقوم بهذا الإبداع وبهذا الجمال وبهذا الفن الذي فاق كل تصور، يقوم بهذه الهندسة ويقوم بنسج الخيوط. كيف عرف هذا العنكبوت كيفية بناء بيته؟ وكيف عرف أنه يبني مصيدة للحشرات؟ وكيف اخترع هذا السائل الرقيق؟ وكيف صمم المسافات بين الحلقات؟ كيف تعلم هذه الهندسة وهذا الإبداع وهذا الجمال؟ ومن علمه ذلك؟ كيف وكيف وألف كيف؟ سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد أثبت العلم الحديث أن خيوط العنكبوت منسوجة من أقوى الخيوط التي تستطيع مقاومة الرياح العاتية. بيت العنكبوت منسوج من أقوى الخيوط على الإطلاق وأكثرها مرونة. هذا النسيج يعتبر أيضا مصيدة للحشرات، فلا تستطيع الحشرات أن تخترقه، وهذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يكتشفها بنفسه في أقل من دقيقتين. استطاع هذا العنكبوت أن ينسج بيته وأن ينسج خيوطه بهذا الشكل الهندسي. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. الحياة عجائب.